اهلا وسهلا. احنا تقابلنا مرة قبل كده. صباح الخير. الو، صباح الخير. اهلا وسهلا، بنرحب بالدكتور العظيم الكاتب الغني عن التعريف الدكتور يوسف زيدان وكتابه الوراق لأبي العلاء. وهو لو يحب يحكي لنا كده مقدمه صغيره اللي خلاه يفكر يكتب الكتاب ده، وبعدين نبتدي نساله الاسئله اللي احنا عايزينها بقى. سامعين كده؟ التالي مش محتاجين ميكروفون. سامعانا يا دكتوره ورا؟ الصوت واصل؟ ما يعني سامعين كده الدكتور ولا ايه؟ طب بص يا استاذ، خليه يجيب كوبايه نحط فيها البتاع ده عشان مش هفضل ماسكه. مش هغني يعني. حاجة يا أستاذ اسمه ايه معرفش، مش أحلى. استنى، أيوة خلاص بقى حط لي كده. الصوت كويس يا جماعة ولا مقصر بحاجة؟ لا خليه بقى، عليه حاضر. سيبي دي نطف فيه واول كتاب يتمضى. حاضر، اهلا. لا كويس الصوت كويس. ماشي، واحد تاني اهو. تاني كتاب. الصوت كويس بالنسبه للناس اللي معانا هنا كمان على طيب اهلا بيكم. انا دايما بقول للشباب يا اساتذه، بس انتوا مش عارف اقول لكم ايه بقى. يا سفراء يا كبراء يا كراكيب. احنا كمان شباب. لا انا طيب. مدام الصوت كويس، انا جاي طبعا ومتشوق جدا اني اسمعكم، لان انا عارف ان انتوا من القراء الخبراء بالقراءة، وده نوع من القراءة أنا بعمل له ألف حساب وأنا بكتب. يعني العين الناقدة التي تقرأ كثيرا تستحق العناية بما يكتب لها. الرواية اللي هنناقشها معاكم النهاردة هي ثالثة ثلاثية روائية، هي زي ما قلنا من أسبوعين كده أو حاجة في القاهرة، ثلاثية الحكماء. يعني كلام فيها عن ثلاث نجوم كبار في تاريخ الإنسانية، مش في تاريخنا وبس. لا هم بيعملوا دوشة. طيب أنا هعمل إيه؟ لا أنا عندي. طب علي شوي. أكتب هنا نادية بس عشان ادي واحد تاني. تعالي دي. وعلي. انا بحسب علي. مفيش تعليق. طب كده كويس؟ لا لازم. ده كل ما بوسعي. طب اعمل ايه؟ لا لازم. طب انا همسكه لك. لا. ايه ده؟ ابتدى بيعلق اكيد والله. لا هو ده بيشتغل الميكروفون ده يعني. بيشتغل بس لازم تقربي منه. استنى دقيقة واحدة. بصي يا نادية. طيب اهو. الو كده احسن؟ ما كانش شغال وعمال. بس لازم يقرب برضه. استنى. طيب. ان شاء الله المرة الجاية يبقى معايا ميكروفون جديد. ان شاء الله. كده كويس الصوت؟ يا أستاذة يا اللي لابسة طاقية نايكي. كويس الصوت؟ لا. طب ما تيجي جنبنا هنا. تعالي لا والنبي وسعوا لها كده. انا هنزحلك شويه كده وتعالي اقعدي جنبي. يلا دول يا جماعه اللي معانا على الفيسبوك، دول البوك كلاب بتاع نادي الشروق. في قول، والقول الاخر ارقى نساء القاهره، وهم مقسومين نصين.
نص هنا في المناطق الوسطى فجنب البيت عندي، فبنعمل لهم ندوة هنا، ونص تاني في الجهة الجديدة بقى 6 اكتوبر والشيخ زايد والحاجات اللي هناك دي، فدي هنعمل لهم لقاء تاني بكرة. بكرة ان شاء الله في امريكانا الشيخ زايد. ايوه قول لي بقى بتوع الكافيه دول اهدوا بقى شويه عشان الصوت. قلنا انه هذه الغوايه هي ثالثه الثلاثيه الغوائيه فقدقان اللي عن ابن سينا، وحاكم اللي هي عن ابن الهيثم والحاكم بامر الله، ثم الوجاق. وكلامنا النهارده هيكون مقتصر على روايه الوجاق اللي بتحكي من خلال شخصيه خياليه عن شخصيه تاريخيه، وبالتالي بتطرح لنا مساله الأدب والتاريخ والعلاقة بين الأدب والتاريخ والحدود المشتركة بينهما. حدود متداخلة جدا، لأنه هو التاريخ نفسه نوع من السرد، يعني بكل ما نستدل به في التاريخ وما نستدل عليه. احنا في النهاية قدام رواية أو حكاية معينة بيقدمها لنا مؤرخ معتدل زي المقريزي، أو مترهل زي الطبري. بس الطبري الصراحة قايل كده في بداية كتابه تاريخ الرسل والملوك، قايل إنه في المقدمة أو الديباجة باللفظ القديم، يعني إنه يا جماعة ما حدش يلومني على اي حاجة جت في هذا الكتاب، انما نص كلامه كده، انما نؤدي ما ادي الينا. يعني انا سمعت الكلام ده بيتقال، فانا بحطه لكم، وانتوا عشان كده انا بقول ان بداية التاريخ الحقيقي في ثقافتنا هو ابن خلدون، انما غير مكتمل برضه، لان كانت لسه الافكار يعني هائمة في ذهنه، اتحددت بعد ما خلص الكتاب بتاعه. هو عمل كتاب ضخم جدا اسمه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر ملوك البربر ومن العرب والبربر ومن والاهم من ذوي السلطان الأكبر. بعد ما خلص بقى المجلدات الضخمة دي كان عمال يفكر، هو ذكي، راح عامل المقدمة وقال فيها بقى قواعد وأصول وأشياء هو ما التزمش بيها قوي، أو ما كانش يعني واضحة في ذهنه قوي لما كتب التاريخ بتاعه. مين بقى تلميذه المباشر اللي كان قاعد بقى يسمع منه؟ تقي الدين المقريزي. عشان كده الكتابات المقريزي على الأقل في رأيي يعني، ورأي كتير في الحقيقة من الناس، بتعد يعني هي أدق وأضبط رواية تاريخية. بس المقريزي ده القرن الثامن والتاسع الهجري، أمال الدنيا قبل كده إيه؟ الدنيا هيصة، كل واحد يقول أي حاجة. وإحنا عندنا كارثة كمان في تفكيرنا، وأنا أقصد لفظ كارثة نظرا لأثرها المدمر، هي الخلط بين التاريخ كعلم أو فن أو معرفة إنسانية وبين النصوص الدينية. تبص تلاقي، وكتبت مرة زمان في الأهرام، رحت المتحف المصري لما عملوا قاعة المومياوات دي، فأنا قلت لا لازم أروح أشوف المومياوات بقى، حاجة جامدة. وقالوا التذكرة مش عارف 45 جنيه، وده كان كتير قوي يعني، يعني مش معقول كده اللي افترى ده. ماشي، لازم نضحي عشان ملوك مصر القديمة. فأول ما دخلت من الباب
لقيت الولد المرشد التور جايد يعني. هنا عندنا رمسيس الثاني فرعون موسى. قلت له ايه ده ايه ده؟ والناس بقى وقفت. قلت له مين قال لك ان فرعون موسى؟ قال لي هو في كلام ان مرن بتاح ده اللي جنبه. تعالوا تعالوا اتفضلوا بصوا، شايفين الملح اللي هو على الموميا؟ ايوه شايفين. غالبا ده مرن بتاح هو فرعون موسى، بس لا لا هو رمسيس الثاني. قلت له ايه يا ابني اللي انت عمال تقوله ده؟ انت درست عن رمسيس الثاني؟ قال لي اه. قلت له طب في زمنه قلة الادب اللي وردت في التوراة دي واسرقوا الذهب وخدوا الذهب واطلع كانت تحصل في عصره؟ فتنح كده شوية. قلت له ومرن بتاعه هو عشان مش التابوت ده كان مدفون في جبل؟ قال لي اه. قلت له مش الجبال دي فيها ملح وبتعرق في كل الدنيا مش عندنا بس؟ قال لي اه. قلت له طيب ليه بقى بتقول انه اصله غرق في المية وبعدين لما غرق في المية امال طلعوه؟ قال لي لا اصله القرآن طلع بقى من التوراة على القرآن بيقول ولنجيك ببدنك. قلت له طب واللي انجوه ببدنه مش عارفين يدوا له شاور يعني تحت الدش سايبينه بملحه من يومها؟ ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ وبعدين قلت لا ما ينفعش الكلام يبقى محدود كده بيني وبينه قد مش فاهم. ورحت الكاتب وكان ايامها بقى الاهرام طبعا له شنة وغنى يعني. يعني في حاجات كتير تتغير في البلد من مقالة في الاهرام في ذاك الوقت. في ذاك الوقت عشان ما حدش يفكر يكتب لا في الاهرام ولا في الاخبار دلوقتي. اذا هناك كارثة الخلط بين التاريخ الفعلي المعيش ما تم وشهدت عليه الشواهد من كتابات المؤرخين او النقوش اللي على الجدران او التماثيل او كل هذه المصادر التاريخية مصادر محسوسة ويمكن عمل تسلسل لها بحيث نعي كيف تطور وتحرك وصار هذا المجتمع أو هذه الجماعة البشرية إلى أن أصبحت على ما هي عليه الآن. وهامش كده جانبي، لا يمكن فهم جماعة إنسانية إلا لما نشوف تاريخها. وعشان كده لما سئلت من حد مهم قوي يعني من كام سنة، كنت مخلص سنة اليهوديات، قال لي هو ليه يا أستاذ أنت عملت سنة كاملة لليهوديات؟ قلت له عشان قضية مهمة أساسية في ثقافتنا، ودول مش هنفهمهم كده بالتصور بتاع شكسبير. شيلوك اليهودي التاجر المعقوف الأنف ده، فين معقوف الأنف؟ مفيش. الصورة النمطية دي يبقى أنت بتتعامل مع وهم، سواء سلاما أو عنفا، بس في كل الأحوال أول حاجة تبقى فاهم أنت بتتكلم بتتعامل مع مين. فعشان كده يعني اهتميت في أظن 2013 أنها تكون سنة كاملة 24 محاضرة عن اليهوديات، وقلت كلام يعني بالرغم من كتر المتابعة وكده إنما بشوف إن لحد دلوقتي محدش واعي بيه. ويعني على كل حال التاريخ له مسار ولا يمكن فهم الواقع إلا من خلاله، والنص الديني له احترامه بس هو ما بيعتمدش لا على ترتيب منطقي ولا على وثيقة، وهو بيعتمد على الإيمان فخلاص يعني. مثلا مش عارف ايه قارون وكان غني وبتاع، فالناس تشوف بحيرة قارون في الفيوم فيبقى ده الذهب بتاع قارون بقى مية، ربنا عمله مية. لدى العوام
يجوز الاستسلام للخرافات لانها بتعمل نوع من التوازن، يجوز مش يعني مش ضروري، بس ممكن غض الطرف عنها لانها بتعمل نوع من التوازن النفسي لديهم. انما من تعلم او تثقف لا يجوز اطلاقا الخلط المريع بين ما هو معرفي فني علمي تاريخي وما هو اعتقادي مذهبي ديني. ده يحدث فوضى في التفكير. إذن العلاقة بين التاريخ والأدب باعتبار أن التاريخ نص مروي يعني يتمس مع الأدب تزداد قربا عندما ننتبه إلى أن الأدب قادر على جعل التاريخ الفعلي أكثر معقولية. بمعنى إيه؟ في كل الوقائع بيحدث نوع من الجمع بين إن حصل كذا وفي أحيان كتير دون تفسير لماذا أدى هذا الشيء إلى ذاك. يستطيع الأدب أن يفعل ذلك، فالأدب يجعل التاريخ أكثر معقولية، وبالتالي الفراغات التي يعني لا أقول غفل عنها المؤرخون إنما مرت عليهم أو لم يهتموا بها، يستطيع الأدب أن يرسم صورة إجمالية تفسر وقائع معلقة في فمثلا أديكم مثلا، إحنا المصريين عندنا طبعا خرافات كتير والسلطة السياسية دعمتها بقوة، منها حدوتة كده. انت ابتسمت ليه؟ انت شكلك من المعارضين. ايوة الا اول ما قلت السلطة السياسية وشها نور كده فرحت، قالت احنا داخلين في السياسة. انا مش هتكلم في السياسة، مبسوطة اوكي، انا اتكلم في المعرفة. مش احنا واحنا صغيرين قالوا لنا ان المصريين صدوا المغول في عين جالوت؟ ما انا معاكم كنت. ده كلام فاضي. ليه؟ لان هو حصل معركة في عين جالوت فعلا. طيب هولاكو اللي دخل كان فين؟ ما فيش سيرة. طب كان عددهم كام المغول؟ ما حدش يقول. نبص في الكتب نلاقيهم 18,000. الله يا عمي، ده قبل كام شهر كانوا 140,000 اللي دخلوا بغداد، ازاي هنا بقوا 18؟ وراح فين هولاكو وتقز خاتون مراته؟ كانت محرك شر. في ستات كده في التاريخ زي ما في رجاله يعني في التاريخ. ما يعني هو عنده مشكله طبعا هولاكو نفسه مع المسلمين، وهي عندها مشكله لان نسطوريه، بس دي شرحها ياخد وقت. كانت مسيحيه نسطوريه. لا ما اسمهاش، اسمها تقز خاتون. يا جماعه المسيحيه عندنا هنا في مصر واليونان والاطراف بتاعت سوريا ارثوذكسيه الاولانيه خالص اللي فيها كل الزبد. الشرق بقى العراق وفارس واسيا والمناطق بقى دي كلها الكنيسه النسطوريه. وروسيا كمان روسيا ارثوذكسيه. طب ايه هي بالظبط يعني النسطوريه؟ ايه هي النسطوريه؟ يا سعاده السفيره، انا جاهله بالبلد. انا جدي الحاج احمد كان لما اساله عن حاجه، لان انا ما نشاتش معاهم في الصعيد،
اقول له هو ايه اللي كان الاشكال بين بيت فلان وبيت فلان؟ يقول لي عايز نحكي لك الحكايه في 5 دقايق ولا في نص ساعه ولا في ساعه؟ ايوه فهي في كتاب عزازيل بس كده، دي في ربع دقيقه هتلاقي التفاصيل في الروايه دي. ومصطفى اللي قاعد هناك ده عنده نسخه من عزازيل اللي هي المجلده الهارد كفر. أقصى هو عنده شغف بجمع الكتب اللي هي المجلدات. وبعدين من كام سنة كده كلمني متألما، وكان أصغر من كده بكتير، عايز ايه؟ يقول لي عايز عزازيل هارد كفر. أقول له دول حوالي 100 نسخة كده الشروق عملتهم هدايا للناس. يقول لي أكيد عندك. أقول له آه عندي واحدة هنا وواحدة في اسكندرية. طب ادهاني، اديني واحدة منهم. وبعدين في الاخر راح عمل حركة ما قدرتش بقى، قال لي انت عارف ان محمود درويش قبل ما يموت عدى على باريس وعمل حفلة وألقى فيها اخر قصائد له؟ قلت له يعني. قال لي طب انا جبت لك السي دي الفرنسيين طبعوه، وادي سيديهيتين في وش بعض، كانت لسه سيديهات ليها الدرايفات وكده ايامها. قلت له طب عايز ايه يا مصطفى؟ قال لي ما انا جايبه لك هديه. بص بقى كلامه، جايبه لك هديه عشان تديني النسخه الهارد كفر. شكرا يا مصطفى. فطبعا خلاص، لا وعجبني اصراره. اه ما شاء الله. فعلى كل حال سعاده السفيره لو ما لقيتيش الهارد كفر مش هتلاقيها، انا هجيب لك نسخه. يبقى الكنيسه الشرقيه من قدم يعني نسطورية، وطقوس خاتون كانت عندها مشاكل مع المسلمين، وهولاكو كان عنده مشاكل مع المسلمين، بالإضافة إلى النزعة التوسعية. إنما إيه اللي حصل بقى؟ وهل صدناهم فعلا ولا ده كلام بكش؟ هنا بقى الرواية هتجاوب، وهتجاوب لك على حاجة تانية، ليه في مصريين ليهم ملامح مغولية كده مش بيتقابلنا من؟ لأنه ببساطة شديدة باب اللوق دي منطقة تجمع المغول اللي عاشوا في مصر وسكنوا وتزاوجوا. الكلام ده مش موجود لا في الكتب الدراسية ولا منصوص عليه بوضوح في كتب التاريخ، انما هي وقائع فعليه. انه اللي هزم هولاكو هو ابن عمه بركه خان، وهزمه هناك لانه اسلم بركه خان يعني، وهزمه هناك في بلادهم نواحي نهر قزوين. واللي كان في عين جالوت، انا قلت الكلام ده قبل كده في محاضره بالتفصيل يعني، اظنها موجوده على اليوتيوب، انه ال 18,000 دول كان كاتبوغا يعني واحد من الضباط المغول، كان راجل كبير في السن كمان، هم اللي كانوا موجودين وكانوا في منهارين تقريبا. طب ما ده هيوصلنا لنقطه ثانيه برضو متعلقه بأوهام المعاصرين احنا يعني عن التاريخ، التمجيد المماليك. بلاقي ناس ومفروض انها متعلمة يعني وبتقرا، المماليك الابطال قطز ببرز، لا هنا هتشوفوا ايه الحكاية بالفعل. انا لا مع ولا ضد، بس انا بفسر لك أولا من خلال الوقائع الفعلية خلال الرواية. هو إيه اللي حصل؟ إحنا ليه فجأة بعد ما كانت المنطقة دي منطقة تحضر وسرعة، وابن النفيس ومن قبله ابن الهيثم وكلاهما كان عايش في مصر، والناحية التانية بلاد فارس، الشيخ الرئيسي ابن سينا وغيرهم طبعا كتير قوي، ليه فجأة كل ده وقف وأوروبا بدأت تطلع؟ نبص على أوروبا نلاقي بداية الجامعات،
مش الجامعات يونيفرسيتيز اللي انتوا في ذهنكم دلوقتي، لا، انه واحد غني عايز عياله تتثقف ومش عارف ايه، فيجي عامل في بدوا بقى وميلانو مش مكان كده الناس تدفع فيه فلوس، ويجيب بقى شعراء وادباء وعلماء وبتاع يثقفوا. دي بدايه الجامعه. وراح داخله في الرينيسانس، وجي بقى ديكارت وشع، عشان كده يقولوا العصر الحديث عصر ديكارت. واحنا كنا فين؟ احنا كنا تحت حكم المماليك 500 سنة. الرواية بتديلك الصورة الفعلية ان مين المماليك دول وايه القصة وهم عملوا ايه مع بعض. وعشان كده انا اهتميت في الرواية هنا، ودي اخر حاجة هقولها قبل ما اتناقش معاكم، اهتميت جدا بالمشهد الخاص بمقتل توران شاه الحفيد. ما انتوا عارفين صلاح الدين الايوبي كان عنده ابن اخ اسمه توران شاه، وبعدين عنده حفيد اسمه توران شاه، وهو اشتغل المماليك دول بفلوس المصريين اللي كان بيحتقرهم احتقار. مش عايز ارجع تاني لموضوع صلاح الدين عشان في ناس بتتضايق، بس انا بقول للناس دي انا اللي قلته عن حقائق صلاح الدين لا يزيد عن 30%. عشان كده واللي عايز يبقى يرد على الحكايه دي يشوف بقى الكلام اللي انا كتبته بالمراجع في كتاب شجون فكريه، ويرد عليه يعني على المصادر دي. وال اخر بقى السلاله الايوبيه كان توران شاه، وقتلوه 4 قتله بيقولوا كل المؤرخين، مات مش عارف مطعونا ومحروقا ومذبوحا، عملوا فيه كل الحاجات دي. بيبرس، قلاوون، والقدس حاضر، وايبك، وطابقت. انا كنت متخيل بقى ان اساتذه التاريخ الشماريخ دول هيجوا بقى يقولوا لي لا تعالى بقى، فمطابق تماما المشهد اللي هتقوله في الرواية ده لما ورد في كتب التاريخ، عشان ده بيدي صورة الناس دي ايه وعلاقتهم ببعض ايه. المقريزي مثلا عشان قريب خالص منهم. لا اضبط مؤرخ. احنا لسه ما بدأناش المناقشة. انا خلاص بختم اهو. معلش احنا بنخلي الدكتور بختم وبعدين اسأل. بختم الكلام وبعد كده نفتح. انا كنت بقول ايه اصلا؟ انت عايزه ترجعيني للسؤال بتاعك. فاذا كان قلاوون عمل كده في عيال بيبرس، وبيبرس عمل كده في قطز، وازاي المغول بقوا هنا وعايشين في مصر؟ اللي هم التتار عبارة كده يقولوها المؤرخين اللي منهم المقريزي، ان بيبرس اهتم بيهم وكان بيزورهم ويتزاوج معاهم المماليك. عبارة 3 كلمات: لميل الجنسية إلى الجنسية. نقراها تاني: لميل الجنسية إلى الجنسية. الله، ده المماليك دول تتار مغول. بس محدش قال لنا، فعايشونا في الوهم عشان يدعم فكرة المخلص العسكري. فلما خدشت فكرة المخلص اللي بيمثلها صلاح الدين وغيره، هاج علي الهائجون.
انا عارف ان 90% منهم بيعملوا كده عن عتا، بس في 10% فاهمين الكلام رايح لفين وعايزين الوعي العام يفضل متخضر كده ومستني المخلص كده وتفرج. ان شاء الله هتفرج طبعا وكل حاجة يعني، بس انا هكتفي يعني بالطرح الموجز ده عشان لسه بكرة اصدقاء كل في الضفة الاخرى من القاهرة هنكمل المناقشة معاهم. ودلوقتي فعلا انا حابب اني اتناقش معاكم باعتباركم يعني النوع الراقي جدا من القراء اللي دايما عامل حسابه. تفضلوا، تفضلي يا استاذه نادي. دير اللقاء. ايوه نبتدي بالترتيب كده عشان خلاص مدحت. طيب هو انا كان في موضوع كان شاغلني في الجزء الاول من الكتاب، الشخص اللي بيكتب ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ حضرتك رديت على سؤالي، قلت شخصية خرافية خيالية. خيالية خلاص، خيالية. طب ما نضبط يا جماعة. لا مش حقك علي، ده انت اللي حقك علي. خلينا في السكة نضبط المفردات برضه، خليها لعبتنا الحكاية دي شوية، حتى في قعداتكم في الصالونات في الكافيهات اضبطوا المفردات، مش تخسروا حاجة. انت بتقول لي شخصية خرافية، قلت لك لا شخصية خيالية. ايه الفرق؟ الشخصية الخيالية يعني مبتدعة مش موجودة في الواقع، خيال. انما الشخصية الخرافية ايه؟ نعرف اصل الكلمة، انه راجل من قبيلة عربية قديمة اسمها جهينة، دول في الصعيد شوية، لا استقروا بعد كده في الصعيد بس هم كانوا في الجزيرة العربية، عشان كده قالوا عند جهينة الخبر اليقين اللي هناك مش جهينة دي. اختطفته الجن وعاش معاهم 10 سنين ورجع. ايه يا خرافة؟ والله ده هناك تلاقي مش عارف الايه، وقعد يحكي كلامنا يخشش الدماغ، فبقت العرب تقول هذا حديث خرافة، يعني كلام شبه اللي قاله. فبالتالي الفرق بين شخصية خرافية، يعني لو انا جبت لك مثلا شخصية واحد رجليه بتطول فبيبقى طول الجبل، يبقى ده شخصية خرافية. انما شخصية سفير الوراق، يعني مش عايز ادعي بس بذلت فيها جهدا هائلا لينضبط الرسم الشخصي والادبي بما هو كان كائنا في هذا الوقت، والورق اللي بيشتغل عنده واللي علمه والمناقشات اللي بتحصل بين الورقين اللي هم الكتبية يعني اللي بينسخوا الكتب وكده، بحيث لا يبدو الوراق سفير أقل نصوعا ومصداقية من ابن النفيس اللي هو فعلي وتاريخ حياته موجود وكده. فأدي الفرق بين الاثنين. فضل. هذا الشخص بقى طول الكتاب حضرتك بتركز على موضوعات معينة، منها الآتي، انه شايف انه لا معنى الحياة وليه ربنا خلقنا وبعدين يموت العيال وليه مش عارف ايه، وكل هذا كلام فلسفي شديد جدا. هل ده يعني رأي الكاتب ولا على رأي الكاتب اللي بيقول ما الناس صالح؟ ما لنا صالح. والله يا فندم معلش ما تزعلش، يعني ايه لا يزعلني؟ في عندنا واحدة شارع حسن صبري هنا، فاكر المكان اللي كان فيه مكتبة الشروق؟ في شارع رفيع كده اسمه شارع محب اللي عامل الجامع، في واحدة اسمها أم محمد
بتبيع خضار هناك. اه صحيح. ام محمد وهي قاعده كده والنبي معاك في ربنا خلقنا ليه؟ السؤال ده استاذ مش قاصر على الفلاسفه. اي انسان يعني مش بيعاني يحرك ذهنه لحظه لازم يصطدم بالسؤال ده. ايه الفيلم الهندي ده؟ ايوه ايه المعنى الله. طب وانت يعني لما شفت العيال اللي بتتقتل في غزه ما جاش في بالك اللهم دول ربنا خليهم ليه اصلا؟ عشان يتقتلوا كده هم لسه بيرضعوا؟ لا سؤال مشروع تماما. ده اللي ساله فولتير لما حصل السؤال الثاني بقى. هو في سؤال تاني؟ اتفضل. لا يا عمي قول اللي انت عايزه. بس لا لا اللي انت عايزه. برضه نفس الشخص ده سفير صاحبه قال ان في غلطات في المصحف. هو قال هل اولا الكلام ده مظبوط ولا يعني ايه مظبوط؟ واحد عنده وراق وبيكتب وبقى لك لا انا مش هكتب المصحف ليه يا عمي؟ لا 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 الغلطات دي انا ما فيش غلط. استنى لحظه بس. أوكي. المفردات ضابطه للفهم. الاستعمال المجاني من حيث الدلاله يعني لللفظ يحدث فوضى ذهنيه. سفير الروائي الخيالي ملوش علاقة. ده زميل سفير. فانت بتقول حضرتك يعني بتقول انه سفير بيقول عن طريق صاحبه. لا هو مش بيقول حاجة عن طريق صاحبه. صاحبه ده وراق وطبيعي في اختلافات في القراءات بتاعت القرآن وفي بعض الناس تعصبوا لقراءات معينة وقالوا القراءات التانية دي لا وناس قالوا اللي احنا مثلا ماشيين عليهم عاصم وحفصة عن عاصم قال لك لا بص هي كده. امال انا ليه جايب الحكايه؟ السؤال الثالث عشان ليه؟ لا يا فندم لا 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 ده انت لقطة بالنسبة لي. ليه؟ لأنك نموذج للتفكير. لا يا فندم التفكير لنهايات كده مرة بس. الحجاج هو اللي يعمل التظبيط. أنا غريبة جدا الحجاج ده كان راجل يعني. أنا مال أنا سعادة السفيرة بقى ما شوفي هو كده ده حصل يعني بالفعل تاريخيا. هاتيلي مصحف أحلف لك عليه إنه حصل. انا نسيت كنت بقول لك ايه. لا 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 بقول لك انت نموذج اولا بتقول كلام معارض وانت بتبتسم فده بالنسبه لي حاجه جميله. عاده اللي بيعترضوا بيبقوا متجاهمين. كل ارائك يعني ايه تحتاج لدراسه وتركيز. تعبتني فكر. تعبتني جوه كل الكتاب. انا اسف اني تعبتك بس يعني مش كتاب الواحد يقراه كده. امال هتعمل ايه في الروايه اللي جايه بقى بعد ده؟ عزازيل قريتني عموما. لا عزازيل من زمان بقى. ده انت جاي لك بعد دي يعني بعد المعرض روايه اسمها الحصيد. انا بس هقول لك الشخصيات اللي فيها. ولد بهائي وصاحبه مؤمن بعقيدة كده جديدة عقيدة الأنوناكي وبنت أبوها مدير بنك لبناني وأمها مصرية وهم أبوها وأمها اتعرفوا في باريس لأنه أمها دي باباها كان القنصل العام في فرنسا. وعلى فكره عشان اكتب معلومه زي كده اقعد بقى اكلم السفراء اللي اشتغلوا في فرنسا فيقولوا له فلا انا اللي ضبطت معاه الحته دي كان السفير محمد حسونه لانه اشتغل هناك. انت عارف في مارسيليا
لا انا كنت عايز بقى مارسيليا عشان تفصيله معينه، عشان البنت هتتكلم الفرنساوي بلهجه مارسيليا. بص سابني وقعد يتكلم على القهوه والشاي، شايفين انا بعاني ازاي مع ده؟ اقول لكم انت والله بصوا سابني اهو خالص. بص تلخبط الدنيا ليه؟ ابتسم. فالبنت ابوها دوجزي ومعصره طبعا، والشخصيه الرابعه المهمه ده الكبير بتاع احفاد الصفا اللي هم سلاله اخوان الصفا اللي كانوا من 1000 سنه، والاحداث بتدور بين دول. فانا بنصحك يعني اذا كنت مصدع ما تقراهاش. لا لا هو حضرتك بقول لحضرتك في حاجه، اولا اللغه العربيه صعبه قويه، اللغه نفسها قويه يعني يا جماعه. ما اللغه ده ادب اصله. هو مش احنا مش قاعدين، انا معجب بالكتاب ليه يعني، فعايزه مجهود انك تركز فيه، وكلها افكار فيعني تعبتني. اصل بص هو اسم حضرتك ايه؟ مدحت. بص يا استاذ مدحت يا جميل انت يا مبتسم، اللي عنده حدوته يقولها في الكافيه. يقول ايه؟ في الكافيه. او في عادات الصالون. انما هنكتب لا، الكتابه دي قصه ثانيه بقى. الادب له رساله، شروط. اول شرط فيها اللغه. اللغه اللي بكتب بيها عن عمد هي دي اللغه العربيه. طب امال السرد زي ما قال واحد من اخواننا الكتاب؟ لا لا، اللغه دي حاجه مش مهمه، دي يعني الغرض منها التعامل بين الناس. وقلت له لما جه زارني في البيت يعني ايام ما كان هنا في مصر قبل ما يهج، قلت له اللي بنتكلم بيها مع بعض دي لغه السوق، انما اللي كتب ده لغه الادب. الشعر والقصه قصيره والروايه دي الحوامل والاعمده اللي بتقف عليها اللغه. تفكيرنا بقى اللغه احد اهم الاعمده اللي بيقف عليها، فلو تخلخل الاساس يتخلخل الساند، وتبقى في فوضى الافكار، لانه هنبقى بنكلم بعض بلغه مش منضبطه. انا جيت البيت قريب هنا، بس قلت مش همشي في البتاع دي، فقلت استاذه ناديه انا هسيب العربيه واجي في تاكسي. والله الاغنيه اللي الراجل مشغلها في التاكسي طول السكه انا مش عايز اوقفها، عايز اشوف كمان هو بيفكر ازاي. اذا كنت ميه انا نار، واذا كنت مش عارف بومبو بتاع ايه انا ايه، واذا كنت مش عارف مين انا مين. كلها تحدي يا دكتور يوسف. ده ايه ده؟ احنا طول عمر الفنون والاداب بيبقى فيها جزء شعبي كده، بس يعني يبقى يعني 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 ما هو ام كلثوم غنت اغاني عاميه بس ليها معنى وفيها صوره ذهنيه. وانا قلت قبل كده او ضربت مثل يعني قبل كده لما تقول زرعت في ظل ودادي غصن الامل، وانت تركيبه بسيطه بس جميله، ان انا تعلقت بيك فبقى عندي امل فيك، وانت احييت يعني حييت الامل ده. رويت شوفوا المجاز الامل والزرع ورويته او حتى فيروز لما تقول عندي امل فيك، شوفوا البساطة بس مش مبتذلة. إنما إذا كنت مش عارف بتاع فأنا إيه، طبعا في أسوأ من كده، بس الناس بتسمع ده وده شيء خطر جدا.
لان بقى هو كل المسموع. فاحنا العيال عايزين يرقصوا في التجمعات يعني، فعايزين التون اللي هو الريتم التك تك 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 وحط على اي كلام مش مهم بقى. انا عملت مره وكنت في الساحل في قرية الدبلوماسيين وناس الدنيا وما عليها، ورحت سمع الاغنيه بتاعت بنت الجيران وقالوا دي عامله مش عارف كام مليون مش عارف. قلت لا مش معقول. فبصيت لقيت فعلا دي ملايين كتير قوي، فرحت عامل لايف على اغنيه بنت الجيران. انا طبعا ما يعنينيش الشخص اللي غناها، المعاني دي واظنها موجوده على اليوتيوب وما اعرفش بقى موجوده ولا لا، بس يعني الاحساس بالخطر كان عالي جدا عندي. ان هي الحكايه مش حكايه اغنيه، حكايه مفاهيم مضطربه ومريضه وعماله تتدحرج كده وتنتشر وتحقق يعني مش فلا في خطر محدش مهتم بيه. الادب بقى المفروض ما يقعش في الحته دي. فبستاذنك انه نفضل نستعمل نفس اللغه دي اللي انا بعاني. انا لسه بقول عصير الاطرق ده يطيس حق الاطرق بقرا اللغه العربيه بتاعت حضرتك، بسمع اغنيه قديمه لام كلثوم برجع اعيد اقرا الجمله تاني لانها بفهمها اكتر وبتاثر فيها اكتر. يا سلام، اكني بسمع اغنيه قديمه لام كلثوم من بتوع الاصابجي واحمد رامي. ما دام انت قلتي بقى على الكلام الجميل ده السري، انا كمان هقول لك على سر. تعرف لما بكتب، انا بكتب الحاجه مرات كتير وبخط ايدي المشهد اول وبعدين كده واقعد اعيد واعمل ايه بقى. قالت له اقلع وشوف الايقاع فوناتيكلي صوتيا شغال ازاي في وداني. وعلشان كده زي ما قلت لهم من اسبوعين او في ندوه سابقه، انا لا استطيع ابدا اني انظر في الكتاب ده بعد ما يطبع. مش هسامح نفسي ان في فصلة هنا مش في مكانها وفي حرف هنا كان مفروض لا ده التشكيل برضو عشان الحتة الصوتية دي، انه ببقى حريص انك تستقبليها بالموسيقى دي. بس اخدت وقت قد ايه يعني الكتاب بالمراجعة؟ سنة تقريبا. سنة بس؟ لا مراجعها العمر بقى. يا فندم انا بكتب كل يوم. وما عنديش شاغل تاني الا الكتابة. يعني طب هنا يا نور، مش عايز حكومته ده. اهلا وسهلا. علي سلطان. طيب. هقراها طبعا. انت حفيدة هدى شعراوي حضرتيها يعني اتعاملتوا مع بعض؟ شويه كنت صيادة جدا. حضرتك طبعا مهتم بالروحانيات، اذا التصوف مش كده؟ نعم. اذا معظم كتاباتك بتدور حول موضوع الروح، مش عارفه اسميه ايه يعني حفيدة ان احنا معاك. دلوقتي احنا لما بنتكلم عن تحريف التاريخ، هنسيب القرآن على جنب. هنعيد السؤال. انا صحيح مسلم وصحيح البخاري الكلام اللي كان بيتقال فيه. طبعا في حاجات بديهي ان الواحد يشك فيها زي تعريف الحياة، هو الحياة كانت أصلا ناقة وربنا سخطها وشرب بيها، فدي حاجات يعني
غريبه جدا على الواحد ان هو يتابعها. دلوقتي مش فاكره الشيخ الشعراوي كان بيتكلم عن ايه، طبعا اكيد في ناس كتار يحبوا الشيخ الشعراوي. ويوسف ادريس كان بيكتب كل يوم سبت في الاهرام بعد ما الشعراوي يقول خطبته يوم الجمعه، يمسك في يوسف ادريس يوم السبت. وكان حبكش دلوقتي يعني، استنى شويه. اي اسف، طب ارجع شويه بقى اللي اسف وعمال شغال برضه. فين احمد يبقى؟ ابعت احمد شويه كده ما تقلقش. اتفضل يا فندم. فاتني قامت على يوسف ادريس ازاي كده وازاي كده، ده الشعراوي ليس له مثيل، كل الكلام ده. فطبعا حضرتك دلوقتي بتحكي قصص مبنيه على اساس التاريخ الديني تقريبا. لا ليه؟ ده التاريخ العام مالوش دعوه بتاريخ الدين. التاريخ العام فقط يعني عن المماليك والتاريخ مصر. ودول عندهم دين يعني. تاريخ العام. يعني انت سؤالك ايه؟ يعني اللخبطه التاريخيه هي عايزه تقول ما هياش فقط مركزه في موضوع الاسرائيليات واللخبطه اللي في الدين نفسه. لا بص يا فندم، في خلط وتخليط في أكثر من سياق. هناك خلط وتخليط فيما يتعلق بالرواية التاريخية أو السرد التاريخي، ده اللي بنحاول نضبطه ونجعله أكثر معقولية، وبنصوب أخطائه عبر الأدب الروائي. هناك بقى النص الديني له مشكلاته، بس دي قضية تانية. النص الديني طبقات، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير في محاضرات سابقه، ان في النص الاول اللي هو هيبقى عندنا في الاسلام القران، وفي المسيحيه الاناجيل الاربعه اللي خلاص استتبوا عليها يعني بعد 31 انجيل، وفي اليهوديه اسفار موسى الخمسه المعروفه باسم التوراه. النص الثاني عندنا هيساوي الحديث النبوي، وفي المسيحية أعمال الرسل اللي هي الملحقة بالأناجيل، وفي اليهودية أسفار الأنبياء الصغار والكبار. وهناك النص الثالث اللي هو عندنا هيبقى اجتهادات الفقهاء والآراء الفقهية واللي أدت إلى مذاهب شيعة وسنة، وداخل المذهب الواحد أو القسم الواحد في شافعية وأحناف وكذا، كلام الأئمة دول، ده النص الثالث. وده في المسيحية هيبقى اعترافات الآباء، حاجة كده يعرفوها المسيحيين اللي هي قوانين الإيمان بسموها اعترافات الآباء، وفي اليهودية التلمود. كل مستوى من دول له مشاكل، لو كان عندنا وقت كنت يعني شرحتها لك، بس لو جت فرصة بكرة في لقاء بكرة يعني نتكلم فيها، أو في أي فرصة قادمة، بس ده موضوع يعني محتاج وقت. طبعا سؤال تاني. نعم. مختلف خالص، حضرتك دلوقتي كاتب عن واحد بيحكي قصة تاريخية، صح؟ أي. هل ممكن يكون في تأثير لجوزيف كونراد في المسكوت ده؟ مالو ما قلتوش، ما اعرفش. كل الناس فندم بتعمل كده. ايوه طب ما هو دون كيخوتا او دون كيشوت يعني بالانجليزي، سيرفانتس عمل ايه؟ قال في الروايه دي اللي بدا بيها الادب الاسباني، انا دخلت جامع بتاع حد بتاع موكسيكيين اللي هم المسلمين اللي كانوا في الاندلس واتطردوا، فلقيت ايه كتاب بخط الايد، فلقيت فيه وراح حكي الحكايه مثلا. امبرتو ايكو
في اسم الوجدة أول كلمة في أول فصل مخطوطة بالطبع. يعني أنا شفت ده في مخطوطة. دي دي ده ده باب من من أبواب الدخول إلى النص. هنتكلم بقى في النصوص الدينية دي عندما يسمح الحال والوقت. مين عايز يسأل؟ أنا ممكن يسأل. ديفين اسألي. الواحد لما بيقرا الكتاب ده يعني بتيجي افكار كتير افكار كتير بتيجي في دماغه، يعني بيتساءل هو نفسه طب انا موجود ايه وحياتي معناها ايه. مش عارفه افكرني بكذا حد من الادباء كده، وافتكرت جمله في كتاب لألبير كاميو كان بيقول فيها، كانت بيتساءل مش فاكرة أني كتاب، لكن كان بيقول كان طفل بيموت ما جناش أي حاجة فبيتساءل طب هو ده ما اقترفش ذنب ده بيموت ليه. الحاجة التانية أنه فعلا أنا عشت العصر ده بالكلام اللي مكتوب، كنت بقعد أطلع الخوان يعني معناها مثلا عرفت صفرة ما كنتش عارفها خالص. طبعا حضرتك شكلك تعمدت انك انت تكتب. ايوه فن يا فندم يا سعاده سفيره، ما هو سفره دي ده شغلك انت. أيوة. لما كنت في الخدمه. ايوه فانت رايحه سفره لانك سفيره. أيوة. فدي أيوة. انما ده بقى اللي هناكل عليه. احنا دلوقتي بنقول ترابيزه. طب ترابيزه دي كلمه مخلقه وعاميه، اسمه ايه بالعربي بقى اللي بناكل؟ اخوان بس او مائده. الحاجه اللي اثرت فيا وهزتني قوي، ويعني حسيت ان المماليك دول ناس كتير ضحكوا علينا بقى ادباء تانيين مغرقين في حب المماليك، طريقه موت اللي موتوا بيها تورانشا. انا بقيت مش ايه الاجرام ده والغل ده ويتكلموا عليه، وكل واحد يموت ابن التاني ولا اخو التاني. حاجة لوأيبك وأقطاي وبيبرس وقطز. أيوة. وقلاون وعيال بيبرس اللي هو مربيهم. أيوة. كل ده تاريخ واقعي، سيبك من اللي الناس الطيبة اللي مش فاهمة دي. في سطرين مكتوبين عن اليهود في صفحة 185 عارفهم، دول خلوني كده أقول إيه يعني تمشي بالتعاطف مع الناس دي. وأنا اليومين دول الحقيقة يعني انا ما عنديش تعصب ضد اليهود نفسهم، لان ليا اصدقاء يهود وناس منهم كويسه، بس اكيد انا ضد الصهيونيه واكيد ضد المتطرفين من اليهود، لانه فكرهم اي واحد ما هوش يهودي ده يعني مستباح يعني يعملوا فيه اي شيء. فدي حاجه برضو يعني توقفت عندها. الحاجه لا قولي توقفت عندها ازاي؟ توقفت عندها، تسألت ده كأكن بالظبط بقول بدي للناس دي حق في وجودهم هنا في المنطقة دي، من أريحة للبحر الميت وسميته الراحل كم العفن ولا اللاتن. أولا مش أنا اللي قلت العبارة دي، في كتاب الشامل لابن النفيس بالنص يتكلم عن مفردة طبية اللي هي قفر اليهود، قال وسميت بذلك. بس دلوقتي لا مش وقته عشان هاي طاقه الشجره دي. هي اسمها عقد اليهود امر الله، يعني انا مال انا الكلام ده مكتوب من 800 سنه. طيب انا في حاجه تانية بقى، الراجل اللي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي ده، نعم ده انسان يعني انا الخطبه اللي يبتدي بيها حكمه للعراق ده واحد جزار يعني. طب ما لا خلاف، وانت انت مزعلك بس الخطبه؟ لا مش كده، لا ده انت تشوفي ان هو ازاي يوكل اليه تصحيح او ضبط مفردات لا لا اللي هو عملها صحيح. يعني فين هانم لحظه، الراجل ده لما جم يهدوا الكعبه ايوه تاني مره. أيوه. هو كان قائد الجيش خلاص، ف برضه مسلمين يعني. أيوه. اللي بيضربوها بالمنجنيق. أيوه. المشتعل. ايوه فجاه سيل، فالناس قالوا ايه ده ربنا تدخل. شوفي بقى اعملي سيرش كده على جوجل او بص افتح اي كتاب شوفي قال لهم ايه الحجاج بن يوسف، بلاش كلام فاضي ما معناه يعني.
بلا بتاع هدوا وهدها، ده اللي هدها. فده اخطر من خطبته للعجاج. راجل كان بيذبح الناس كتاكيت يعني. وبعدين خدي بالك مش مطلق الذبح له نفس درجة القبح، لانه وارد ان يبقى في حاكم شديد عنيف يسفح الدم من اجل مصلحة ما، انما ده فقط للحفاظ على سلطة بني أمية بس، ده اللي يعنيه. هم جايبينه علشان اللي يتكلم يطلع عينه، هو ده هدفه في الحياة بس، وهو ده اللي ضبطه. وحاجة أخيرة بقى، نعم، أحقر الورى سفير في خفة. الجملة دي يعني صفحة 31 يا فندم، دي عبارة معتادة جدا في المخطوطات. النساخ أصل الوراقين دول مستويات، في منهم نساخين اللي بيعمل الكوبيز يعني، وفي منهم مسفرين اللي بيعمل التجليد، وفي يعني في أكتر من النساخ دول. لما تشوف المخطوطات دايما فيها العبارة دي، كتبه أحقر الورى عن نفسه يعني عبد الرحمن في القاهرة المحروسة. تواضع. بس يعني لازم يبقى أحقر الورى. هما ده تعبيرهم. وبعدين سفير. لا وبعدين مش. لا السفير ده اسمه اللي هو بيستتر وراه في خفة، ده حسب الجمل. تشوفي الخه تساوي كام والفه تساوي كام والايه تساوي كام، تعرفي ان دي سنة كذا. بس انا ما فهمتهاش. علشان هو بيقول لابن النفيس، طبعا النفيس عالم، بيقول له انا سميت نفسي سفير علشان نفس عدده هو اسمي الحقيقة، اصل ده حساب الجمل ده بنعمل فيه كذا. قال له عارف يا ابني عارف بتعمل فيه ايه، بس احنا مش عارفين. بسيطة جدا. بص حضرتك عندك موبايل طبعا، انت اكيد ايفون جامد قوي، واكيد في جوجل. بعد ما تروحي كده تكتبي حساب الجمل، يقول لك بقى ده نظام موجود في تراثنا. وعلى فكرة باب كبير حساب الجمل ده، انه ازاي التعبير عن الارقام بالحروف. كان في حاجه اسمها حساب، لما يكونوا اتنين بيتجوزوا يجيبوا اسم الام بتاع الحساب ده، كل حرف له رقم، يجمعوا حرف الام مع حرف الزوجه اللي هيتجوز والراجل مع البنت ويحسبوه ويطلعوا. لا ده حاجه تانية من العلوم الخفيه او اللي بيسموها الاوكولت ساينس، ده موضوع تاني خالص. وده علم اسمه الاوفاق. بس ده يعني، وفي تاريخ الميلاد كمان، تجمعيه وتعملي ايه، بيقول لك ده رقم الطاقي بتاعك، الطاقه بتاعتك هي كام. لا ده علوم خفيه برضه، انما حساب الجمل ده حاجه يعني مستعمله. خلاص هنشوفها دي في جوجل. واخر جمله في الكتاب صعبه شويه، والان لم يبق لي الا السكون فوق سريري والاستسلام التام حتى ياتي الموت فيحررني من الانتظار الذي طال ويخلصني مني. صعبه قوي، بس صعبه قوي قويه. هي نهى حضرتك يعني. لا احساسي. ليه يا دكتور؟ لا احنا عايزين كتير كمان معانا. ما انا طولت. لا ما طولتش، ده انت قاعد، ده لسه صغير. كتاب رائع يعني، جمل ولغه لصوت معلومات. اكتر حاجه عجباني من الاشياء اللي حباها كتير فيه هو بعض الجمل اللي وردت كتير، اللي بتعبر وبتفتح العيون، بتخلي الواحد يفكر بهيك موضوع. مثل صفحة 48-49 عن الواحد يفكر بالوجود وبكونه موجود ليه، أو صفحة 49 اللي النظر غير عن الرؤية. ف
فكتير جمل بكل الكتاب واخر جمله برضه بتخلي الواحد يوقف ويفكر بحياته. فيعني اللغه العربيه بتعبيراتها الموجوده عن حضرتك بالكتاب اكثر من حين. شكرا. بس باباك كان مفتي القدس؟ ايوه ما شاء الله. انا فلسطينيه من القدس ما شاء الله. بس العبارة اللي انت بتشيري اليها دي عبارة ابن النفيس فعلا كتاب له. كل ما هو منصوص عليه في الرواية هو ده كلام ابن النفيس فعلا في كتب. انا بتحرك في وصف مشهد في شيء من هذا القبيل، انما يعني مثلا النساء أرق وأبكى ده كلام ابن النفيس كله كلام ده. أيوة. ما دام حطيت الكلام ده مش يعني لو ده كنت من الأسئلة يعني أقول لك كيف الكلام ده. طالما حطيت نقطتين و ده هتلاقيه هو في كتب الأمالي. دي بكرة فكريني يا نادية هانم في ندوة بكرة نبدأ الندوة بالتفرقة بين أنواع الكتابة، الأمالي والتدوين والكذا وكذا، نخلي ده مفتتح كلامنا في الندوة بتاعة بكرة. طب وليه احنا نتحرم من الموضوع ده؟ لا مش لازم تيجي، اتفضلي تنوري الدنيا. وممكن ما النت ما يزبطش. طب ده ناديه طيب اتفضلي. عندي فتره الكتاب عجبتني قوي اللي هي النشأه بتاعه العلاء في دمشق وازاي كانت الجو حواليه في الوقت ده هوت وازاي بيروح كل الندوات دي هيت ويعني يتاثر بكل الناس اللي بتديله معلومات في جميع العلوم. حاجه يعني حقيقه تبهر في الوقت ده هوت. من ضمن الحاجات طبعا اللي قال عليها ازاي ان هو اتاثر قوي بالديباجه دي بتاعه ابو العربي ابن عربي ولدرجه انه حفظها وحضرتك حطيتها كده فيرباتم في الكتاب. بس انا مش فاهماها. ما هو ده كلام ابن عربي فعلا. فهل يعني تقدر تقول لي طيب هي صفحه كام؟ صفحه يا استاذه ناديه اكتبي رقم الصفحه. 158. طيب اكتبي بقى هنا 158 عشان بكره ان شاء الله. لا ما دلوقتي لا هتاخد وقت طويل. ابن عربي لحد الساعه 2 دي صعبه جدا لحد 2 الا 5 كده. وراك حاجه حضرتك كلام حلو قوي ومرادفات كده اهو مش فاهمه اقولها ايه. مقلب كل دي الحمد لله. ما انت يعني حيرتيني هقول لك خليها بكره تقولي لا دلوقتي وبعدين الله دي كتير قوي الحمد لله كل يعني. في كتاب لمحي الدين بن عربي هو اشهر كتبه اسمه الفتوحات المكيه ودي مقدمه الفتوحات المكيه. بس ان شاء الله مقدمة الكتاب الفعلية اللي موجود مطبوع كمان. فإنما هي تحتاج شرح وأوعدك بكرة إن شاء الله. لا بس ممكن شرح صغير حاجة. لا حاضر هات شرح صغير دلوقتي. معلش شرح صغير دلوقتي عشان لسه. أيوة صح يا مصطفى. لحد 2 إلى 5. أنا عملت حاجة عن شرح الفتوحات المكية. نعم. طيب حلت لنا المشكله. ايه اللي حصل؟ الدكتور عمرو اديب شرح التواصين والفتوحات المكيه. التواصين بس الفتوحات المكيه اتكلمت عن مع عمرو اديب في رحيق الكتب يعني. لا ما طيب منين دي. لا خلاص هشرحها لك يا ست. حاضر خلاص. ما انا مره برضه حكيت لهم للشباب زمان يعني كذا اما كنت بدرس في الجامعه فقلت للولاد الطلبه يعني الأسبوع اللي جاي في مادة الفلسفة الإسلامية سنة رابعة يعني هنتكلم عن قصة الغربة الغربية للسهروردي. هما العيال بيقولوا لزمايلهم بقى فبيجوا من كليات حقوق بقى ومن مش عارف إيه وكده عشان يحضروا المحاضرات. أنا يعني بتجاوز.
بس جت مصلحه، لان بعد كده لما قعدوا يعملوا فيها شكاوي جه اللي بيحقق معايا رئيس النيابه واحد من اللي كانوا بيجوا يحضروا المحاضره. المهم كويس. فهي قصه قصيره للسهروردي شهاب الدين السهروردي. بتبدا لما سافرت مع اخي عاصم من بلادي ما وراء النهر قاصدا القيروان، وقعنا بغتة في القرية الظالم اهلها، فاخذونا مقيدين في سلاسل والقونا في قعر بئر لا نهاية لسمكها، وكنا آونة المساء نرتقي البئر مشرفين من قوة، عسى تأتينا حمامات من ايوك اليمن مخبرات بحال الحمى. استني بس، المحاضرة ساعتين خلصوا وانا بشرح ايه لما والله ليه الزمن عند الصوفية مش هو الزمن اللي في ذهنك، اللي في ذهنك ده او ذهن الناس يعني ده الزمن الارستي او المفهوم الارستي للزمن اللي هو التتابع الاني وهو مقياس الحركة. وتعريف ارستو للموجود الطبيعي اللي هي الحاجات الفيزيكال يعني هو الموجود المتحرك حركة محسوسة في الزمان، والزمان هو مقياس الحركة. لا الصوفية بقى عندهم فكرة الوقت، مش ساعة بقى 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، لا مش التتابع الآني ده، لا هو الوان شيت اوف فيلينج. You got it؟ Yes. يعني هو الحال الواحد. فطبعا كلمة الحال عشان قلتها بالانجليزي عشان اقرب لها، انه يعني الحال ده يعني شريحة، مش شريحة، امتداد حالة. امتداد شعوري واحد. وعشان كده تعريف الحال عند الصوفية تعريف غريب جدا. تعريف الحال هو حالك في زمن الحال. رجعنا تاني لنفس النقطة. لما بتشير إلى الوقت المطلق، إحنا أوقاتنا قعدنا والله الندوة كانت جميلة والوقت عدى بسرعة، ده الوقت بالمعنى الصوفي حتى الإنساني، إنما في الوقت المطلق بتاع عالم الذر. ايه عالم الذر؟ عالم الارواح قبل خلق الاجساد. يعني المهم قعدت الساعتين بشرح لما. فهنا بقى الحمد لله الذي اوجد الاشياء عن عدم وعدمه. مش سلب، السلب ايجاب. فبيقول في الحمدلة وحدين نعرف الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن ما قالش من عدم وبالإيجاد واضحة. عايزة قاعدة ولا مش عايزة؟ طب ما نقعد احنا ورانا حاجة نعمل 10 قعدات، خلينا في الرواية وبعدين. بس هو حياته الشخصية مأساوية كده بالدرجة. مين هو النفيس؟ ده انا قعدت 20 سنة اشتغل فيه، يعني بحقق مخططه كده 20 سنة وانا محتار فيه. انه ما دلوقتي كتير يسألوني ما شاء الله عليك يا دكتور. ما شاء الله عليا ليه؟
عشان ما سبتش القلم من ايدك والدنيا تشيل وتتحط وتروح وتيجي والقضايا والبتاع والثوره وانت اللهم انا عملت ايه اكتر من اللي عمله ابن النفيس 60 سنة يخش المغول وانا قلت لهم من اسبوعين على الحمله الصليبيه السبعه دي اللي احنا برضو بنشطفها كده وجاءت صليبيين وتم اسر لويس التاسع وحبسه في دار ابن لقمان. اقول لك انا حاجه ثانيه اضافيه، لويس القديس كان اسمه القديس عشان متدين قوي، كذب وبكش كله، خلى الصيع بتوعه فرنسيين في جامع اسمه الجامع الكبير في دمياط، ده بقى له 1000 وشوية سنة، خدوا البنات والستات حطوهم في الجامع مئات، والعساكر ومش يوم ولا ساعة ولا لا، يخشوا يغتصبوا ومش عارف ايه ويطلعوا، وبعدين يجي فوق تاني يخش يغتصب جوه جامع. طيب خيانات كبيره، لانه في كتير انتحروا. ما هو ده دور الادب بقى، لما الاقي مفيش فايده في التعليم ويا هو مش عايز يتصلح يا هم مش عايزين يصلحوه يا احنا مش عايزين نسكت، يبقى نعمل تثقيف عام عبر الكتابه دي. الواقعه دي يعني مذكوره في كل كتب التاريخ كلها، بس ما حدش بيقول. ليه؟ اللي خدت شهره اكتر. اقول لك ليه؟ ليه؟ عشان اتأثر. ليه؟ عشان اتأثر، عشان شكل برضه الناس، عشان الفينالة ما كانتش في المنصورة، كانت طلع نصاب لويس ده القديس ده وما دفعش الفلوس اللي عليه. ايوه ومشي. وانا قلت لهم من اسبوعين في البتاع احنا لينا عند فرنسا 400,000 دينار ذهبي. ال 400,000 دينار ذهبي دول حوالي 100 مليار يورو. فلو وزارة الخارجية تتبنى القضية دي. ايوه يلا يا نجيب، في قاعدة في القانون الدولي بتقول الحكومات المتعاقبة متضامنة. ايوه صح، ودول جم بعده تعالى هتقولنا زي ما اليهود مطلعين عين المانيا تدفع تعويضات. ايوه مع ان ما فيش ورقة. لا تبنوها انتوا. بس هل هو حد فقنا الشابة اللي هو اللي كانت يعني وجوزت حد تاني اللي هي فكرته فاطمه مراته، هل فعلا دي حقيقيه بقى؟ لا. نوها عايزه تسال سؤال. معلش دي واحده. انت نوها؟ نوها شوي. بس دكتور انا بتلخبط دايما، يعني حضرتك انا بتوه طبعا لجهلي مش اكتر يعني، ف ارجو ان يتسع صدرك للي هقوله. ده خلاني افكر في حاجات برضو وتساءل تساؤلات زي اللي هو ربنا ليه مخالق الاطفال وعشان يعني وبعد كده يعذبهم ويموتهم، كل دي بتيجي على دماغي. وحضرتك بالنسبه لي فيري كونتروفيرشي، يعني مثير للجدل، وانا بحب ان انا الحد اللي بيعمل لي كده في الميه الراكده كده يقوم كده مخليني افكر. بس في نفس الوقت غصبا عني عندي ثوابت مش عايزه اجي جنبها. بعد ما قريت ده يعني وحاجه فوق الوصف، بدات برضو عشان جهلي واثقف نفسي انبياء الله لاحمد بهجت. فطبعا يعني طريق تاني ومسلك تاني بقى ما فيهوش اسئله ولا في بقى انبياء رسل منزله رسالات مقدسه زي برضو ما القرآن بالنسبة لي أنا ده مفيش يعني ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى منه. فأنا مع حضرتك عايزة أسمع لأني حاسة إن حضرتك عندك الكتير وال يعني مش بقى أشرب، بس في نفس الوقت لما بحب أقرأ الكاتب ببقى عايزة أثق
كل حاجة بيقولها، ولا ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا إيه يعني؟ أنا في كده نوع من البلبلة عندي في دماغي، عايزة كده لوحدك. شكرا. أفلاطون عارفينه الفيلسوف ده، كان عنده طريقة جميلة كده أدبية. أفلاطون يا فندم؟ بليتو. إنه يشرح حاجة عن طريق حكاية أسطورة معينة. فعنده يعني يرمز لها بحاجة، فعنده أسطورة العربة وأسطورة الكهف اللي هي بقى تعانينا دلوقتي. إيه يا أفلاطون بقى ما أسطورة الكهف؟ قال والله كان في جماعة قاعدين في كهف ومربوطين بحيث يبقى وشهم جوه الكهف، يعني القلب داخل الكهف، وإنه هما مش عارفين مين ربطهم زي ما انت مش عارفه مين ربطك، بس انا عارف الاسره والمجتمع. والله ابدا، ده انا شاطحه خالص عن الاسره والمجتمع، يعني دايما افكاري مختلفه عنهم. نوت يت، لسه في لسه. فهم مش عارفين مين اللي ربطهم الربطه دي، وفي وراهم نار، نار يعني للتدفئه مثلا. فلما تتحرك ألسنة اللهب ترتسم على الجدران صور، هم ما شافوش غيرها، شافوش إلا الصور، وطول حياتهم كده. ففي ذهنهم إنه هي دي الحقائق، ما فيش إلا كده، ما يعرفوش غيرها. ولسبب ما اتكسرت القيود دي، قروا بقى رواية، سمعوا قصيدة، حاجة كده، قروا آية في القرآن زي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فاتكسرت القيود، قاموا وقفوا بصوا لقوا النار وراهم، وبصوا كده قالوا الله، دي الخيالات، ده مش بجد، ده في فتحة للكهف اهو هناك مدخل. راحوا طالعين فنور الشمس ده، قعدوا فترة زي حالاتك بقى دلوقتي اللي انت قلت عليها بلبلة. عارفة بلبلة اصلها ايه؟ اقولك اصلها ايه. الرب التوراتي اللي يعني اللي صورته التوراة كائن غريب جدا ما تفهملوش، كل ما يلاقي الانسان يعني بقى حلو كده وبتاع يتجنن، ياكل من شجره المعرفه ويعرف يبدا يطرده من الجنه وحاجات كتير. بس من ضمنها انه لما لقى البابليين عملوا بقى المصاطب دي بتاعت حدائق المعلقة، وفي التوراة ماليش دعوة مكتوب يعني، فكما هو مكتوب ان الرب قال في نفسه عادي غل بقى، والانسان هيطلع لفين مش عارف ايه، ونعمل ايه في البشر دول، فبلبل ألسنتهم، فبقى كل واحد يتكلم لغه التاني مش فاهمها. ومن عشان فاكر الفيلم بتاع براد بيت اسمه بابل؟ لا اتفرج عليه، لان هو ما شرحش ليه عامل الفيلم كده، بس هو يجيب لك لقطه من اليابان ولقطه من افريقيا ولقطه مش عارف منين، عايز يقول لك ان البشر بقوا كل واحد ماشي في سكه بابل من يوم بابل. ده المفهوم التوراتي، احنا الحمد لله ما لناش دعوه بيه، بس بلبله اللي انت فيها دي جايه من الفعل اللي هو فعل التشتيت اللي اتعمل
في بابل القديمة، بس البلبلة دي علامة جيدة، هي دي الجرس ان وعيك بدأ. في سؤال تاني؟ ممكن عندنا وقت لسؤالين ثلاثة كمان. السؤال أو كلمة هو كان برضو محتار ليه الأطفال بيموتوا، وفي الآخر أعتقد أنه توصل أنه خلاص كل إنسان عبارة عن إناء قد يصبر قد يدخل، فدي حاجة يمكن ريحته، والإناء اللي هو فيه الماء وفيه الزئبق والغزل والروح، فده يمكن إحساس أنه هو يمكن ابتدى يهدأ أنه خلاص نستسلم. وكمان في عبارة الاستسلام للقدر، حتى يعني ونرتاح من الأمل ساعات، في حاجات كده، فدي حاجات فلسفية عشان نرتاح من الموضوع ده، يعني إن إحنا كل واحد وعمره اسمها كفاح وبس. شكرا يا كفاح. في حد هنا سؤال تاني؟ دكتور إيه اللي يخليني أصدق الوراق وهو يعني في حين اللي حضرتك عملت وراجل عدمي بيقرا في صلاة الجمعة مفيش أفكار فيه، راجل عايش كده وخلاص عبثي، وليه حضرتك ما خليتش اللي هيروي القصة حد من التلاميذ ابن نفيس بحيث يبقى فيه مصداقية؟ أصل الوراق يعني راجل أكل عيشه إن هو يبيع الكلام يبيع الكتب. اللي هو يكتب وثيقة هتبقى بالنسبة له ممكن يكون هم مختلفة، فاللي يخلينا نصدق اللي ده قصة ابن النفيس في حين الناس العدل اللي هم تلاميذه ما حتى ما قالش ان هم زكوه او كده، هو راجل ما تصدقش. لا بس لو عايز تعرف عن ابن النفيس انا عندي كتاب تاني، كتاب عادي اكاديمي اسمه اعادة اكتشاف ابن النفيس، اقراه. لا انا بتكلم في الرواية، يعني انا دلوقتي ايوه يبقى انت قلت الرواية يعني عمل ادبي. انا بقى في انا كمتلقي في الرواية، يعني انا مش متلقي بره الرواية، لا انا جوه الرواية هو بيحكي. ما انت عندك دلوقتي سكتين، اما انك تشوف الكلام الاكاديمي عن ابن النفيس ده تروح لكتاب اعادة اكتشاف ابن النفيس له كذا طبعا، ما او عايز تفهم بقى الحدوتة وتشوف المشهد الكلي للمرحلة دي فتقرأ الرواية، بس انت اللي اختار. انا ماليش دعوة. انا في الحالة التانية بقى ايه اللي يخليني اصدقه وهو راجل عالمي، يعني الراجل ما ممكن اوضح السؤال لحضرتك؟ وضح. هو الملوكسوري ليه حضرتك اخترت الوراق ما اخترتش حد من تلاميذ ابن النفيس؟ لا هو عشان يدي مساحة أكبر للإطلالة على جوانب من المرحلة دي ما عاشهاش ابن النفيس، بس ما نفهمش حياته إلا من خلالها. يعني مثلا ثورة حسن الدين ثعلب، الشريف حسن الدين ثعلب، أنا لو ما دخلتش شخصية سفير هعرضها بمناسبة إيه؟ وبعدين دي اكبر ثورة على فكرة في تاريخ مصر. ايوه كلمة الحرافيش نبتت وظهرت ايامها، اللي هم ضحايا الثورة دي بقى اتسموا الحرافيش، واستمرت الكلمة 800 سنة، والاستاذ نجيب كتب الحرافيش من غير ما يقول لنا هي جاية منين الكلمة، فانا قلت لك بس من غير سفير بقى او شخصية الوراق كنت هدخل دي ايه المناسبة. الرواية يا جماعة او الكتابة الروائية دي هندسة صح، يعني دنيا كده لازم بتكون يعني ليها ستراكتشر بنيان دقيق جدا، لانه مش هاجي بدون مناسبة واقول لك على حاجة زي دي ليه. اللي هي مفيش وثائق اصلا هنا، لا 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 يعني هو دلوقتي في الروايه نفسها كل واقعه مذكوره في الروايه هي موجوده في التاريخ. تمام. انا بتحرك في ايه؟
في شعوره، حب البنت ازاي، اتألم ازاي لما مش عارف مين مات. بس مين مات ده حصل فعلا. نعم طبعا. السؤال بتاعك يعني انت كنت بتعلقي ولا بتسالي سؤال؟ وقلنا لهم مش مره بالنسبه للناس دي كان فعلا. لا ده واحد من الورقيين كان ساكت في الجزيره دي. يعني سموه الورقه مش كل المنطقه كانت شغاله في الشغلانه دي. لا الورقه كانت ناحيه الازهر كده. الوراقة في القاهرة القديمة كان في ثلاث أسواق كبيرة، أكبرهم الصناديقية والشجرة الرفيعة دي اللي في الليل. ولكن الوراقة واحد منهم جزيرة الوراقة. طب في هنا بس سؤال، جزيرة الوراقة قدامنا هنا على طول، عارفة لما تقعدي في سيكويا وتبصي كده. لا لا الكتكات الورقة. بقى الكتكات دي في الارض بعد امبابة في النيل في جزيرة ايمان عايزة تقول تعليق وبعدين مين هنا إيمان؟ وبعدين هنا الكتاب متعة لجميع الحواس من اول اللغة العربية الممتعة بصراحة، وانا اي كلمة صدفتني ما فهمتهاش كنت بدخل على جوجل اعرف معناها بقى باللغة العامية. انا شايفه ان شخصيه سفير كانت مهمه الخياليه دي على اساس انها تربط زي ما حضرتك كده قلت الاحداث، لان وكان عندنا التناقض ما بين شخصيه سفير وان هو فقد ايمانه بعد موت زوجته واولاده بشخصيه ابن نفيس اللي هو الشخصيه الهاديه المؤمنه اللي هي عارف طريقه في الحياه. فكان في التناقض ده وضح يعني نقط كتير في الشخصيتين، غير طبعا حضرتك لميت لنا القرن السابع الميلادي ده احنا عرفنا. انا شخصيا عرفت فيه حاجات عمري ما كنت سمعت عنها قبل كده، يعني انا دخلت بعد حضرتك قلت الحملة السابعة على دمياط اشوف كم حملة صليبية على مصر، كانوا 9 بالفعل، يعني دي برضو حاجة ما كنت. بس السابعة دي كانت افظعهم افظعهم، ومحدش بيقول كده او محدش بيقف عندها، فنقف عندها. وكل المعلومات انا دخلت تقريبا عليها كلها يعني حقائق حضرتك ابدعت في الكتاب ده. لا وانا بعد كده ابقى ماشي بمصحف صغير كده زي اللي كان كل اللي ما صدقش حاجه احلف له على المصحف. معلش في سؤالين، في سؤال معلش في سؤال هنا وسؤال الدكتورة مؤمنة كامل. وجيدة هتسال ولا مين؟ لا هنا اهو. طب اتفضلي علي صوتك وبعدين الدكتورة مؤمنة. هو مش سؤال بس حضرتك، هو كلنا جالنا شك ان طفل يموت هو ذنبه ايه؟ ما ارتكبش خطيئة علشان يموت من الموتى البشر. كلنا جالنا الشك ده ومفيش بني ادم مؤمن الايمان المطلق ان هو ما تسألش السؤال ده، بس في واحد عنده جرأة انه طرحه وواحد ما عندوش جرأة انه طرحه. بس الفكرة دلوقتي لما اجي ابص لها من ناحية تانية، طب مين اللي هيحاسب اللي عمل فيه كده؟ ربنا بالظبط. ما بيقولوا يعني ربنا ليه سايب الاطفال تموت كده؟ طب ما فكره وجود الله هي اللي مطمناني ان الطفل ده هيجي له حقه. يعني دي الرؤيه الثانيه، انا بصيت له مظلوم. طب الظالم مين اللي هيقدر عليه؟ قادر على الظالم. وكسب ليه يعني؟ في اسئله ولا ما فيش حاجه اسمها عدل اصلا؟ خلاص بقى ده سؤال ساعه او لازم يسال. عندك اجابه ولا في اجابه؟ في سؤال اصلا اهو. دكتوره مؤمنه واميره وبعد كده خلاص. عشان ايه دكتوره مؤمنه انت امال حد قال لي عايزه تقولي حاجه؟ مية الكتاب ده رسالة. رسالة البحث العلمي ازاي نبدأ من اول التعليم الاساسي، ازاي يتعلم ابن ادم ازاي البحث العلمي. هو متكلم عن البحث العلمي. اول من فكر في الكونتينجنس بلان بتاعت الامرجنسي كان بياخد الاولاد ويربيهم ويعلمهم ويوديهم، فعرف حتى المحاربين ازاي الدنيا لازم تمشي بالبروجرام
مهاش كده، فده طبعا حاجة. أول من اكتشف الدورة الدموية الرئوية طبعا دي ده سنة 1200 وكذا، في حين ان احنا السيركيليشن نفسها ما عرفناش الا في 1600 هارفي. فطبعا هو مبني حاجات كتير مهمة قوي ان الشعب المصري او الطلبة يعرفوا يعني ايه ابن النفيس، يعرفوا قد ايه ان احنا عندنا علم ولازم نمشي بالنظام ده عشان يبقى عندنا علم. فده طبعا حاجة مهمة جدا. الكتاب رسالة، ويا ريت المدارس تدرسوا او يختصر بطريقه معينه عشان تدرس جدا. كمان هو سال سؤال حلو جدا، وده احنا كلنا بنسال نفسينا ولازم نعلم ولادنا ان احنا نعرف احنا جايين ليه. انا جاي ليه؟ انا جاي الدنيا عشان اعمل ايه؟ هنا هبقى سعيد وهبقى فرحان. اول من كتب وعمل برنامج فلسفي السيولوجي هو ده، اتكلم على حاجه دلوقتي كلنا بنتكلم عليها في الطب اسمها سايكو نيورو اميونو اندوكرينولوجي. هو قالها، قال ان الثلاث الكل دول مرتبطين بتاعها. عشان كده كان بيقول انت تغسل نفسك، انت تبرد نفسك، انت قبل ما تيجي الدواء. فازاي تعملي هيلينج فور يور سيلف؟ لان هو طبعا صوفي عنده افكار او عنده احساسات، مش لازم يكون صوفي يعني ابن عرب نفسه، بس هو احساساته وتربيته وعلمه والافق الواسع صوفي. الصوفيه لا تعني ابدا الناس اللي هم عايزين لابسين كيش، ده الفولكلور، ده الفولكلوري. ولكن السبريتشوال جانب في حياه الانسان مهم جدا، عشان كده النفس والبدن. شكرا للكتاب. شكرا. طيب يا جماعه نسيبكم بقى. اميره اميره بس اميره.